نقدم راسي بان مهدي مصطفى رئيس جمعيه السيد التقليدي بالعرائش. هذا القطاع اللي هو كيعتمد قطاع الصيد البحري بصفه عامه راه كيعتمد على الصيد البحري وعلى المنتوج ديال مدينه العرائش يعني البحر. احنا من خلال هذا البادره اللي قاموا الاخوان ديال جمعيه النضال الاخضر بشراكة مع مجلس وطن حقوق الإنسان، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص القضية ديال البيئة وجمع النفايات من البحار ومن الميناء وداكشي. احنا كنعانيو من هذا المشكل ديال هذه البيئة. البيئة أولا البحر لأن كلشي كيصب فيه، كيصب فيه هذاك القوادس ديال الواد الحار، كاين المواد ديال الكيميائية والمواد اللي هي خطيرة اللي كتستعمل في الفلاحة واللي كتصب في واد لوكوس واللي كاملة هاد يعني باش نشرحوها بصفة عامة، هادشي كلشي كيصب في البحار. إذا الأزبل والمواد الكيميائية وجميع المصائد ديال التلوث راه كيصب في البحر، يعني البحر ولا بحال شي عندهم بحال شي مزبلة، هو حاوية الأزبل بمدينة العرائش. إذا باش نكونوا واقعيين لأن حنا هادشي أثر علينا، أثر سلبا. كاين استنزاف ديال الثروه السمكيه من طرف الشبك الممنوعه والصيد الجائر الزائد، هذا التلوث هذا يعني هادشي ما بقاش الحوت، يعني مدينه العرائش نقدر نقول باقي واحد 20% اللي باقي فيها الامل. معنا شي اذا بقينا على هذه القضيه على هذا النوع ديال هاد التلوث وعلى هاد الاستنزاف وعلى هادشي، اذا مدينه العرائش ما بقاش سميتها مدينه العرائش. مدينه العرائش راه معروفه والتركيبه ديالها فقط على الصيد البحري، عند الثروات يعني اللي هي ثروات الماده الخام عند الفلاحه والصيد البحري. اذا مشينا الصيد البحري حيت مدينه العرائش معروفه على الحوت المنتوج ديالها الشيء اللي كاين، ما نتكلمش على الفلاحه لانها جات بعيده. اذا حنا بغينا واحد العقليه تغير. انا اضافه الى ذلك التدخل ديال المصطفين في الصيف، يعني كيعرف واحد المرتدين يعني اقبال كبير على الشاطئ، يعني واش كيكون حتى هما عندهم دور كيساهموا في حيت كرمي الاكياس البلاستيكيه المخلفات اللي كتكون داكشي، لاحظتوا بان كاين شي يعني مخلفات يعني عندها اثار الوضعيه لا فعلا. هذه القضيه ديال الناس المصطفين اللي هي كيتسمى حتى هما اصلا ما عندهمش شي واحد العقليه بان هذيك البيئه ولا ذاك لابلاج ولا ذاك الشاطئ اللي جا هو باش يعني يستمتع به، وداك الشيء هو كيجيب واحد المجموعه ديال المواد وداك الشيء الغذائي وداك الشيء البلاستيكي وداك الشيء، حتى هو كيلوحوا بحالو بحال اللي ما كاينه والو، لان ما عندوش وعي بان ديك المنطقه ديالو اللي هو خصو يحافظ عليها واللي خصو ملي يجي في اي موسم يسب بانك بلايا ماشي ما نعتمدوش احنا على السلطات بانها تقوم بكل شيء، لان ما عندناش الموارد البشريه انها تاخذ مثلا من العرائش. اذا ندخلوا دابا في الحلول من كما قلت يعني حملات تحسيسيه لهذو المصطفين يعني الحلول اللي كتقترح انت باش نعالج هذه الوضعيه هذه. اولا في الحقيقه خص يكون دائما اشعارات وملصقات تقوم بها كاداره، يعني ويعملوا واحد لجان ديال يحسوا المواطن والخطوره ديال البيئه والخطوره ديال على الصيد البحري ولا كذلك على في البير، لان الميكات وشي راه ملي كيجرح كيتلاح هذاك الشيء كيمشي حتى للاشجار وداك الشيء. دابا حنا الحلول ديالنا حنا في هذه القضيه ديال البيئه هو ان كل مواطن او كان بحار ولا كان مواطن من مدينه ما عندوش علاقه بالصيد البحري ولا هذا، هذاك الميكات وهذاك الازبال وداك الشيء اللي كياكل وداك الشيء يحطوه في الحاويات ديال الازبال، ما يديهش ما يسيبوش.